اليوم صار في مثل ما بعرف اذا بدي اسميها موضه او لاثاره البلبله او لغيره، دائما لما انا بدي اعمل انترفيو معك مثلا بسالك شو رايك بزميلتك. في اشخاص بحاولوا يغضوا النظر عن هيك اسئله، بحاولوا ما يجاوبوا على هيك اسئله، وفي ممثلات وفي فنانين بيجاوبوا بيبدوا رايهم بزملائهم. انت اليوم متهمه بالتكرار من قبل كتار زملاء وزميلات لك. بالوقت يلي ما بشوف نادين بتبدي رأيها بزملائها وزميلاتها، ليه؟ اوكي، لجاوبك على شقين بالسؤال. وهيدا احدث بلبلة كبيرة مؤخرا على السوشيال ميديا. صح صح، انا حجاوبك بصراحة. اول شيء ما خص الصحافة، ليه؟ لانه اليوم انت بحق لك تسأل هيدا السؤال، بس انا كمان بحق لي جاوب بطريقة احترم فيه حالي واحترم نجاح غيري واحترم الناس. اوكي، هيدي اول شيء. الشيء الثاني من السؤال، اليوم لما انا بدي اعطي رايي بحدا بدي يكون انا احسن منه، احسن منه بكل شيء. بوتشي بوتشي كلبك بوتشي. بس بوتشي ما شاء الله شو عنده انرجي رهيب. شايف شو مهضوم؟ يا الله شو بحبوا الاولاد مهضوم، هيك بلوش صغير. لأكمل لك على السؤال، اليوم لما انا بدي اعطي رايي بحدا مفروض اول شيء يكون انا عندي مسلسلات انجح، أدوار أنجح، وعاملة أداء تمثيلي، عاملة فيه ريفولوشن بعالم التمثيل، مخلي كل الممثلات يرجعوا يعيدوا حساباتهم ويكونوا عم يحضروا هيك بوشبيه. عرفت كيف؟ هيك amazed إنه يابا نحن إنه ما بقدر أنا أعطي رأيي بحدا وأنا ماني عاملة أحسن منه ولا عاملة أداء خارق وخارج المألوف. وأنا بأكد لك الأشخاص اللي كتير ناجحين واللي عاملين أداء هالقد سبيشل مثل ما بنشوف بمصر وبسوريا وحتى بلبنان، كون اكيد ما بيعطوا رايهم الا بطريقه ايجابيه وداعمه، لانه في ثقه بالنفس. تزعلي؟ بزعل عليهم. انا ما بزعل، انا اللي بدي ازعل؟ ما انا عارفه حالي والناس عرفتني. انا في وراي محبه ناس كثير كبيره، الله خصني فيها وميزني فيها، هاي اقوى سلاح. وعندي الصحافه وعندي النقاد وعندي ناس بروفيشنال وعندي ناس حوالي بتحبني ودعمتني وشايفتني باحسن صوره. انا بدي اتركهم وازعل على شو؟ بدي ركز ليه؟ لانه حدا طلع حكى طلع عباله يحكوا حكي ما عليه جمرك. كنادين، شخصيه نادين، انا ما بحط حالي بهيك موقف. ومشان هيك كل ما بنسال، كنت بالزمانات لما سالوا لي بالزمانات عن زميلي لالي، كنت حب لي انا بهيفن مع بيير رباط. قلت له ايه، شيز نمبر 1. مين الزميله بنقدر نقول؟ ايه شيز نمبر 1. قلت بوقتها ليه؟ لانه كنت عارفه انا لما انا بعترف بغيري رح يجي يوم وقادر كمان انا الناس تعترف فيه. اذا هني ما اعترف فيه الناس رح تعترف فيه، ومثل ما انا بدعم رح يجي يوم حدا يدعمني، ومثل ما انا بعطي الله رح يعطيني. هاي كارما وهيدا ربنا. يعني اليوم ما في يعني مثل ما بقولوا it's give and take. ما في كل الوقت تكون هيدا، وما بقدر أنا كمان أظلم إنسان لأنه عم ينجح. ما فينا أظلم وأقعد أنا فتش بالزوايا على أي شيء بس حتى لي أنا هيك، يعني إنه عرفت كيف؟ إنه إنه أعمل شيء همروجة يعني أو whatever it is لتلفت الأضواء، بس لأنه أنا عطيت رأيي. حرية الرأي ما بتكون هيك، هيدا ما أنا حرية رأي وتعبير. في فرق بين حرية الرأي والوقاحة، في فرق بين تعطي رأيك باحترام وتتوقحن على غيرك. كيف إيه؟ بتتلقى الوقحنة؟ خلينا نقول بتلاقيها برحابة صدر. الحمد لله تعودت. أكيد تعودت، أنا صدقني تعودت وتوقعت وبتوقع بعد أكتر وأكتر. وعن جد شغلة واحدة بتزعلني، إنه ما حد nobody stood by me، إنه ما حدا وقف حد. لما السنة الماضية حكيت إنه أنا بدعم الممثلين اللبنانية وبحبهم وأكيد إنه أنا قلبياً بميل لألهم، مش عم بك أنا ما كنت عم بنتقص من أي حدا غير لبناني مين ما كان يكون. بس أنا لأنه هالقد بحب بحب وطني وبحب شعبه، وهيك أنا بشوفهم هني هيك بيعملوا، فأنا تمثلت فيهم دفعت حقه. طلعوا غمقولي مثل ما بقولوا، طلعوا بعد يعني حفرولي زيادة. هالسنة نفس الشيء كمان لقى وبيزيدوا علي. تعلمت، بقول لك شو تعلمت؟ انه ما بقى اعملها، تعلمت انه ما بقى بوقف حدا بصراحة، لانه ما حدا وقف حدي. ما حدا وقف حدي.
وطالما هن اعتبروها انه حريه راي، ايه حريه راي، بكره بس انسال انا مش رح اعطي رايي، انتبه رح ضلني نفس الموقف، انا ما بغير مبادئ كرامه حدا، رح ضلني مثل ما انا نادين، بس كون اكيد انه انا كل اسئله المقارنات ما بفوت فيها، وبدي اعطي كل انسان حقه، ما بقى رح اقول قلبيا وما قلبيا وعقليا، خلص. وانت عم تحاولي توضعي حد لأسئلة المقارنات، عن جد من هون ورايح الناجح بيوصل، لبناني سوري مصري، انا ما بيهمني، انا لكل مجتهد نصيب، والشاطر بده ينجح، مين ببيع ما بيع، انا ما دخلني فيهم هالقصص يعني، خلص قلنا مره راينا. بصراحه ما حسيت انه في ناس قدرت، واللي ما بيقدر خلص ما بقى بتعيده. اليوم كتار بيشوفوا نادين نجمة عندها قاعدة جماهيرية كتير كبيرة، مصاري، شهرة، أضواء، محل ما بدها بتروح اللي بدها إياه بتجيبه، ولكن في انتقادات قوية بيقولوا إنه وكأنه الفنان يمكن بيتجرد من مشاعره من أحاسيسه، بيتلقى هيدا يمكن ما بتوصلوا الانتقادات. أنت كيف بتتلقي هيدا الانتقادات؟ كيف بتوصلك؟ عادي. أنا قبل أول ما فتحت وفتحت السوشيال ميديا كنت اتضايق، كنت رد، إذا بتلاحظ أنا ما برد، أنا ما برد وما بتفرق معي، بس يطلع عبالي بحط هيك إنه ممكن كوت ممكن يعبر عن عن حالي، أو ممكن ما يعبر عن شيء، وأوقات كتير بتجاهل كتير most of the time، وقت الحس الأشياء عم تتعدى الخطوط الحمراء أو عم بتحطني بمواقف منا بتشبهني أو ظالمة بحقي، مجبورة أطلع to defend myself. اليوم في أوقات ما في كمان تتجاهل كل الوقت، لأنه في رأي، في وجهة نظر، صح. أنا أوقات مش ما بيكون موقفي رد، بيكون موقفي رأي، رأي لها اللي عم بيصير ووجهة نظر اللي عم بيصير، ولازم ببعض الأوقات أنا أعطي كمان رأيي، ما أنا المعنية بالمشكلة كمان، ما فيك كل الوقت تقول ما بدي، أنا ما عمرت بس أنا عم بعطي رأيي، هيدا اللي عم نحكيه اليوم، هو رأيي بكل شيء عم بيصير وليس رد. وهيدا يلي صار مع الممثلة كارس بشار، اللي انتشرت لك أخبار كاذبة وخليك تخرجي عن صمتك وترد عليهم. It's too much. إنه أول شيء كارس أنا ما بعرف على الصعيد الشخصي، بعرفها كنجمة محترفة، ممثلة محبوبة، مجتهدة، وأنا بحترمها، بحترم كتار مثلها. تفاجأت إنه شو أنا من أيمتى أصلاً بعطي رأيي، ما بعطي رأيي بحدا وما بيهمني. مين وراء هيك أخبار؟ ما بعرف. تفاجأت، ما قدرت صراحة، كان لازم، لأنه لا بدي هتزعل ولا بدي حدا يزعل، وهيدا ظلم بحقي، هيدا صار هون عم بقلك تعدينا الخطوط الحمراء، طلعت وحكيت أكيد، وطبعاً القانون ماشي يعني. فكرتي يوماً بزيارة طبيب نفسي؟ ليه؟ في كمية انتقادات يمكن بعض الأشخاص ما بيحملوها. لا مش هالدرجة. شو مين حكى يعني إنه ماشي الحال، حدا طلع قال إنه نادين حلوة، نادين مش حلوة، نادين هون تمثيلها ما بسيطة، ما بدها هالقد. لا هدول إشياء مش مفروض إنه تخليني أتضايق أو أنهار، إنه مع إنه واحد بيروح أوقات عند حكيم نفسه يمكن بحب يرتاح، بحب يمكن يفضفض، لأنه ما بقى عندك حدا توثق فيه بهالأيام، بس انه اللي عم بيصير حوالي بالعكس انا بيعطيني قوه، انا بحاوله لقوه، مثل ما قلت بالزمانات وعم امنه فيها كتير، وبعلمها لبنتي، لانه قاعد بتخبرني اشياء بقول لها ماما لما انسان بحط لك حجره بطريقك ما تمسكيها وتشبقي فيها، جمعيهم حبيبه عمري فيهم درج، طلعي يعني، هيدا انا بامنت فيها وبلشت فيها من ايام ما فت مسلبنهم، معوده على هدول التفاصيل، ما مفروض، ولو بدي انهار كنت انهارت من قبل وما كنت وصلت لهون، هيك اشياء بالعكس انا بتقويني، ما بتزعجني، بيزعجني عم بقول لك، قلت لك زعجني، بيزعجني الظلم، بيزعجني الاشياء اللي مش بمحلها، بس انا كنادين انه تخليها تخرقني، لا ما بتخرقني. ايمتى بتقولي انا نادين نسيب نجم؟ بتحسي الغرور سيطر؟ ولا مره، to be honest معك ولا مره، لانه ماني بحاجه اولى واصله يعني، الحمد لله شغلي واصل، نجاحي واصل، وما في داعي اني انا اقول انا نادين نسيب نجيم يعني، او انا نادين نجيم، ما في داعي ابدا، الناس هي بتقول. لفتني من انا ومن اول ما فتت على الباب، من اول ما فتت على البيت، اكثر من صليب الانجيل وغيره وغيره، هالقد انت شفتي حلوه الصوره، كثير حلوه صرت يسوع مع الأطفال. هل قد أنت مقربة؟ شو خبريني؟ إيه هيدي كنت عم صور بمسلسل 2020، كنا بدير أوكي صوب طريق مار شربيل، هاي خلصت صوب طريق مار شربيل، خلصت الأكلة عجبتني،
لما طلعت فيها أول شيء دمعت، ما بعرف ليك تأثرت كثير كثير حلوة إنه كيف هيك حاضن الأطفال. عم قلها للرهبة، قلت لها ماستر إنه منين فيني لي مثلا عشان أشتري. قام فجأة لقيتها بالسيارة عطتني إياها يعني. واو، فكثير انبسطت، صرت أبكي زيادة بس عطتني إياها. فكثير بتعني لي، هيك حسيتها مثل إنه كأنه هيك إنه نصيب أخذها معي على البيت. بحس دمعتك منا سخية. منا غالية سخية دغري بتنزل. ليه؟ سوري شو صار لك لازم؟ شو صار تحت؟ محطوط غلط، عم زحطت لورا. هاي ما عم تشمتي فيني، ما بعرف أعمل شيء. لا ولا هلا خلصت الأكلة هي؟ هيدي خلصت مأكدة؟ يي ولا شو أول مرة بطبخ لي؟ أنا ليش جاي أكل بصل وسبانخ؟ لا هلا بتاكل إذا بدك فيتوتشيني، بس أنا بحب هالأكلة كثير لأنه هيدي كثير هلسي. بس ريحتها كتير طيبة. ايه ريحتها قتل. دخلك هالكلمة شو وضع معك؟ هيدي الكلمة ما بعرف هالقلت هيديك السنة صارت ترند بين الفانز. ايه مش بس الفانز، العالم. في مرة قاعدة، مرة كنت بالمول عم بشتري شغلة وعم بدفع على الكاس، مدري شو حكيت انا، قمت قالت لي المدام عم تشتري حدا، قالت لي كتير حلوة هيدي القطعة، قتل وخلص. هات لنسكر عليها لتضلها سخنة. اه اوكي مزبوط. بدك ساهم باي شيء بس لحس انه انا لبست لك فوف واقف لجنبي. لا بس بدي اقلي شوي المشروم صراحه. اوكي فت زيت صغيره هيك. يلا بعدين نعمل الصوص، بعدين بنحط السباجيتي. السباجيتي ما بدها الفيتوتشيني، ما بدها غير 6 مينيت صمر، راح نحطها هلا. اه اوكي بالسلق ننطر شوي نقوي النار. يلا انا كثير بحب البورتوبيلو مشروم، كثير طيب كثير طيب. كثير طيب. قد ايه قتل؟ قتل عن جد، طيب مع اللحمة، طيب مع الوايت صوص، طيب مع الفيتوتشيني. أول ما تزور ابني، شوف ابني شو بحب، كل يوم بده بابيون. هاي الفرفلة دايما بسميها بابيون، مش هيك مثل البابيون. كل يوم يا ماما بيسوى، ما بيسوى لبطنك، كل يوم بابيون مع تشيكن ووايت صوص. قد ايه بتعملي سبور نادين؟ والله هالفترة ما عم بعمل أبدا. مركزة على 2020؟ ما معي وقت يعني بصراحة. ولما نكون معي وقت يعني دغري بضل بالبيت مقضيته مع الأولاد، ما عم مهاملي شوي. إن شاء الله هلأ بس نخلص نرجع. أول ما تزوري أمك شو أول شي بتطلبي منها؟ ولا شي والله، بضلني إلا ما تتعذبي، ما تعملي، ما تتعملي. أكيد هي دغري بتحتار شو بدها تعملي، بقولك يا عمي خلص أنا بجيب معي أو أنا بنطلب من برا. أبدا ما في، لازم تعرفها للماما أنت صرت صاحبة ورا ظهري. صرت صح باط يا رب. الله يخلي لك اياها يا رب، بحيك الله. وصف الامومه غير لما تعيشي، يعني انت كنت تسمعي بالامومه، لما عشتي الامومه شو حسيتي اكثر؟ لا انا ليك كثير بيعني لي هذا الموضوع، لانه انا كثير حدا معلق بامه، وكثير عيد الام بتاثر فيه، وكثير كنت بحضر له وكثير بحبه. فانا كنت حاسه بهذا الشعور من انا وصغيره قديش الام مهمه بحياتي وهيك. بعدين صرت انا ام اكيد، يعني صرت اعرف شو بتحس امي تجاهي. حلو. بتحسي مسؤوليه كثير كبيره؟ اكيد بحس مسؤوليه كثير كبيره. طب بفتره تصويرك وين بيكونوا الاولاد؟ بالبيت مع امي ومع اختي. وين بده يكونوا؟ مثل العاده، ما تغير شيء بحياتي، طول عمري بصور وبشتغل. انا ما بحب، I don't like to complicate things، يعني مش لانه طلقت انه بتصير الدنيا سودا، لا. ما في عالم بعرف تسأل أسئلة غريبة، بس مثل ما كانت حياتي قبل بعدها مكفية. طول عمري تجوزت ملكة جمال لبنان بمثل وكملت بهالطريق، وبعدني مثل ما كنت زبط أموري قبل، بعد بزبطهم هلا. قبل كمان كان أوقات هادي سافر كون أنا عم صور، الأولاد كانوا يكونوا بالبيت مع نانيز ومع أمي أو أمه، عادي الحياة طبيعية. بعدنا مكفين نفس السيستم، ما حسيت إنه هالقد الأشياء اختلفت علي. تبي أونست معك إيه؟ يعني هيدي جملة كتير بتحمل، كتير بتحمل معاني. لا ما بتحمل شيء، بالعكس ليه بتحمل شيء؟ انت فيك تعقدها وانت فيك تسهلها. فيني بسطها اكيد، انه هي شغلة كتير سهلة. ما انا قبل كنت اشتغل وبعدني بشتغل، شو اللي اختلف؟ مثل ما كنت قبل انتبه على اولادي، بعدني بنتبه على اولادي، هي ذاتها. وبعدين انا وهادي متفقين، يعني اليوم بس كون انا مسافرة اولادي بيكون مع بيون، يعني هادي موجود. شو هادي اختفى؟ يعني بضل بيون عادي طبيعي، الحياة طبيعية بعدها مكفية بشكل كثير طبيعي مثل قبل، ما اختلف شيء.
بتآمني بفكرة إنه الزواج مؤسسة فاشلة؟ كتير بسمع هالجملة. لا أنا. لا أبداً لا لا. ليش هالتشاؤم هيدا؟ ليش هو؟ لا ما بالعكس أبداً أبداً ما إلها علاقة. منا أبداً مؤسسة فاشلة. نهائياً بالعكس. زواج كتير حلو. وأنا ما تشائمت منه ولا تعقدت منه. عكس بلاي انه هذا شيء كثير حلو وسمرته حلوه وبتعمل عائله واولاد. اهم شيء المحبه، لانه اليوم فيك تكون مجوز وما في محبه بالعائله وبتفوت على عيال اوقات ما بتحس انه في جو عائله، فما له طعم يكفوا مع بعضهم، بتحس انه في توتر، بتحس انه الاولاد ضايعين وهيك. وفي اوقات بتلاقي ناس مطلقين بس في جو محبه رهيب بين الام والبي والاولاد والاحترام. هيدا المهم. مش معناتها ان ايه مش كل الناس مجوزين عايشين جو العيله الحقيقيه وجو المحبه. ما تصدقها هيدي يعني. ايه نادين، هلا انا وياك رح نغطس بالطبخ. باتي قصدي انت لوحدك. انا لحالي غطسه، انت بس انت عم تشرف يعني بالأكل. على ذوقك شيف. هلا بس لندوق ورا الكاميرا. ايه؟ لهون بكون وصلنا لختام هالحلقه الكثير حلوه. ميرسي. يعني انا محتار شو كان بدي اسميها، قررت اسميها نادين نسيب نجام. لوحده هالاسم بكفي، اللي دخل عن جد على بيوت وقلوب الملايين حول العالم. وصورتي عن جد ما بقدر انكر انه نادين نسيب نجام اليوم هي رقم صعب. فانا كشخص بفتخر فيك انك ممثله لبنانيه رفعتي الاسم لبنان بالعالم العربي على اهم الشاشات، مش بس بالعالم العربي، عالميا. بتمنى يكونوا مشاهدينا هيك استمتعوا، تعرفنا شوي على نادين الممثلة، بتحدثنا عن الدراما، نادين الأم، ونادين الشاف، ونادين الإمرأة، نادين. لأنه إذا تركلي عليك بقى بلا أكل. بعيداً عن قصص الحزازيات وإثارة البلبلة، كلهم زبلة، كلكم بنفتخر فيكم كإعلام. أكيد دفنتلي، أنا كمان بفتخر فيهم، الله يوفقهم كلهم، best of luck for everyone.